On doit avoir la même vision. C'est ça. Après six ans, et croire à ce qu'on est en train de faire et que croire qu'il peut encore produire malgré que les aléas climatiques sont très difficiles. Et grâce à ce genre de partenariat public et privé qu'on pourrait... Et en fait, c'est des agriculteurs. Flaha, c'est-à-dire la Jumeïa Mghribia Zaha Hafida. Cisco, est-ce qu'il est là, Cisco? Ah, Cisco. ديال الاسعار ديال المتاخذات الفلاحيه وكذلك اسعار ديال المحروقات ما عندناش البديل على الزراعه الحافظه نحاربوا تحنايا نحاولوا ما امكن اننا نحافظوا على الماء كما كتحافظ عليه الزراعه الحافظه بهم رفقه الشركاء ديالنا على راسهم المثمر ولونكا كذلك المؤسسات ديال الدوله الحمد لله اليوم كان عندنا واحد الورشه ديال برنامج الوطني للزرع المباشر مع مختلف الشركاء اللي كيشتغلوا في هذا البرنامج على رئاسة وزارة الفلاحة المعهد الوطني للبحث الزراعي المعهد الدولي للزراعة في الأراضي القاحلة وكذلك بتضافر الجهود مع المركز ديال خصوصا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وكذلك شركاء خواص كمبادرة المثمر ومبادرة أخرى كتشتغل على ما يسمى الآن بزراعة الكربون. الهدف من هذه الورشة ديال البرنامج الوطني للزرع المباشر هو أنه من بعده نعملوا تقييم فين وصلنا لأن البرنامج هذه 3 سنوات باش انطلق وبدينا بواحد تقريبا واحد أقل من 20,000 هكتار هذه 3 سنوات الآن الحمد لله وصلنا لأكثر من 115 هكتار اللي كيبين على انه الرقم ارتفع بواحد الوتيره مهمه الفلاحه بداو كيتبناو هذا النظام هذا لانه نظام مهم كيحافظ على الفلاحه وكذلك كيحارب التغيرات المناخيه خصوصا بزراعه الحبوب الارقام اللي بينوها مختلف الشركاء كتبين على انه هو نظام تخفيف من اثر الجفاف كيساعد على ان الفلاح ممكن ينتج اكثر رغم التساقطات القليله والارقام كذلك تبين على انه ان شاء الله مجموعه ديال الشركاء غيشتغلوا يد في اليد باش نقدروا نوصلوا للمليون هكتار ديال الزراعه الحافظه في افق 2030 استعملنا كذلك بعض الوسائل ديال الفلاحه الرقميه لانه خصنا تتبع وخصنا مساعده الفلاحه اللي بغاو يتبناوا هذا الميدان كذلك كانت تقديم ديال ما يسمى الان بمدارس الحقليه اللي بطريقه جديده وكتعتمد على الذكاء الاصطناعي وكذلك كتعتمد على هذه الوسائل الرقميه باش يمكننا نوصلوا هذا النوع ديال النظام لجميع الفلاحه اللي كاينين في المغرب باش كذلك نسرعوا من التبني ديال هذا النظام هذا ونجعلوا الفلاحه ديالنا اكثر مرونه واكثر يعني تكيفا مع التقلبات المناخيه. برنامج التربه هو برنامج جديد في اطار زراعه الكربون اللي كيهدف الى مواكبه الفلاحين في الانتقال الى الزراعه الحافظه. تبني الفلاحين مبادئ الزراعه الحافظه غادي يساعدهم على تحسين خصوبه التربه وتحسين المردوديه ديالهم وكذلك يكون عندهم دخل جديد اعتمادا على بيع ارصده الكربون. سبيسياليست اغريكولتور دو لا بانك مونديال. Oui, l'événement sur le semis direct et l'agriculture de conservation, c'est un sujet extrêmement important pour la transition climatique de l'agriculture marocaine et la Banque mondiale est très attentive et appuie fortement ce programme. Le programme du million d'hectares de semis direct est déjà bien avancé au Maroc et la Banque mondiale est disposée à l'appuyer. Donc on est atteint 115 000 hectares au jour d'aujourd'hui et petit à petit les partenaires se mettent tous ensemble pour réduire et éliminer les goulots d'étranglement. Donc on est très très optimiste sur la mise en œuvre de ce programme au niveau de la Banque mondiale. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.